يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم اسبوع جديد، اسبوع مهم، ويمكن احنا حطينا نفسنا في الموقف ده. جمهور النادي الاهلي طبعا منتظره بفارغ الصبر مواجهه الاهلي وفيتا كلوب المنتظره، اللي بنسبه كبيره جدا تحسم تاهلنا ان شاء الله باذن الله، وما نستناش بقى الحسابات البايخه وحسبه بيرما والمواقف المعقده اللي ممكن ندخل فيها نتيجه لا قدر الله، طبعا لو نتيجه المباراه مش في حساباتنا. قلت لحضراتكم قبل كده انه ماتشات الاهلي من اللحظه دي ان شاء الله باذن الله لغايه لو اتكتب لينا ان احنا نتوج ببطوله دوري ابطال افريقيا هتبقى بالنسبه لنا ماتشات كؤوس، مرحله المجموعات انتهت خلاص، وبالاخص الماتش اللي جاي ماتش فيتا كلوب، لانه الحقيقه فيتا بقى بحسبه الارقام ونتيجه المواجهات اللي حصلت في الثلاث ماتشات الاولانيين في دوري المجموعات بقى المنافس ليك على البطاقه الثانيه في او البطاقه الثانيه للتاهل للادوار اللي جايه. لكن على كل الاحوال انا مطمن الى حد كبير جدا نتيجه الفوارق الكبيره اللي ظهرت في المباراه الاولى اللي جمعت الاهلي وفيتا كلوب في القاهره. صحيح النتيجه ما كانتش في صالحنا وان كان التعادل ايجابي، لكن كنا نستاهل ان احنا نكسب ونكسب كمان بسكور كبير. لكن على كل الاحوال يعني قدر الله وما شاء فعل. الاهم انه من اللحظه دي واحنا قدامنا يعني ساعات يومين عشان نروح للماتش نكون فاهمين كويس جدا. اعتقد انه جماهير النادي الاهلي وقفت في ظهر لعيبتها الفتره اللي فاتت كتير جدا، تحملت في بعض من الاوقات عروض مش على احسن ما يكون، تحملت في بعض الاوقات نتائج مش هي اللي كنا بنتمناها. الماتش اللي جاي ملوش مبررات وملوش حسابات، وما اعتقدش انه جماهير الاهلي هتستحمل انها تنتظر انه الفريق يكون مصيره باقدام الاخرين. بمعنى انه الاهلي لو ما قدرش يحسم التاهل امام فيتا في ملعبه اعتقد انه احنا في اللحظه دي هنستنى نتائج الاخرين، نستنى انه سيمبا يتعطل قدام المريخ او سيمبا وفيتا كلوب يتعطلوا مع بعض وبعد كده احنا نحاول نستعيد توازننا. واعتقد انه ده سيناريو ما فيش حد بينتمي للاهلي يتمنى ان هو يحصل. اعمل حسابك انك رايح تلعب ضد الارض، واعمل حسابك انك رايح تلعب ضد الجمهور، واعمل حسابك انك رايح تلعب ضد الحكم، واعمل حسابك انك رايح تلعب ضد الحراره وضد الرطوبه وضد كل العوامل اللي ممكن، والنجيل الصناعي طبعا لانه ده الملعب يمكن ما نكونش متعودين عليه قوي او اللعيبه مش متعوده عليه. فاعمل حسابك انك انت رايح تحارب كل الظروف الممكنه في سبيل انك انت تكشف عن معدنك الحقيقي، تكشف عن شخصيه النادي الاهلي، تكشف عن الشياطين الحمر مستنيين 11 راجل في الملعب يحسموا التاهل بدري بدري ويريحونا ونبص طبعا للماتش اللي جاي بعد كده. ومش ناسين مواقف صعبه كتير الحقيقه، مش بس يعني زمايلي بيفكروني ماتش الهلال السوداني، لكن في مواقف كتير جدا صعبه ظهرت فيها معدن الرجاله وظهر فيها معدن النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله الثلاث نقط يكونوا من نصيب.